الزول، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم إزوران تمازيغ أو جذور الأمازيغية. في هذه الحلقة وزي ما عودناكم بقبل وبعد نجاح برامج المقاربة والمقارنة بين التنوعات الأمازيغية، نبي نقارن اليوم بين تشاويث وتنفسيت. فمنطقة الأوراس وهي أقصى نقطة في شرق الجزائر، ومنطقة ناموسا اللي هي أقصى نقطة في غرب ليبيا، وبينهم طبعا المساحة الواسعة لتونس. وجب القول أن جبال الأوراس وما تبقى من جبال نافوسة وهضابها كلها امتداد لسلسلة جبال الأطلس اللي تبدأ بالمغرب الأقصى. وهناك احتكاك تاريخي غير مشكوك فيه بين التنوعين هذه عبر التاريخ، منها مثلا غير مؤخرا في العصر الإسلامي المذهب الإباضي، كان أغلب الأوراس بالمذهب الإباضي إلى آخره. ففي نافوسة مثلا ويوجد كذلك المقاومات للمحتل المشتركة، وكذلك العمل المشترك من خلال ثروة أبي يزيد. وهناك مثلا على سبيل المثال بس مثلا جبل نافوسة يعتمد على كتاب تفسير القرآن لهود بن حكم الهواري، وهو مثلا من الأوراس وهو من كبار علماء الإباضية، ويوجد عدد كبير من كبار العلماء الإباضية، وهذا على سبيل المثال فقط وليس الحصر. ولكن كذلك العلاقة قوية جدا بين الاثنين أقدم حتى من الإسلام نفسه. فمثلا العلاقة من خلال المقاومات الدولة النوميدية مثلا والعصور الغابرة اللي نعرفها عبر التاريخ. فمثلا يعني نجد كذلك من غير هذا التاريخ والكلام هذا اللي متعمق في التاريخ الأخيري، نجد الشباب النافوسي يرتاحون ويستمعون للمغنين الشاويين الكبار ولا يجدون حقيقة صعوبة في فهم والتمتع بكلماتهم وأشعارهم وأهازيجهم. إذن نافوسة وتنوعاتها مرت بنا في عدة مناسبات تكلمنا عن نافوسة، لكن ما يتعلق بالأوراس وجب القول أنه من الإجحاف بمكان وضع كل الأوراس في تنوع واحد، وهي منطقة طبعا جغرافية زي ما ذكرنا قبل شوية كبيرة وواسعة وفيها ملايين من البشر. تشمل تنوعات جغرافية عدة، حتى في الناحية الجغرافية نجد صحراء، نجد جبال شاهقة، نجد ثلوج، نجد منخفضات، نجد سهوب، نجد وديان، نجد إلى آخره. وهذه الاختلافات في التضاريس أدت إلى بعض الاختلافات الطفيفة في التنوع نفسه داخل الأوراس. فاعتمادنا احنا كلام وسطي ما بين اللي يفهمه كل الشاويين شرق والغرب وشمال وجنوب منطقة الأوراس. ولدي أنا شخصيا أصدقاء كثر من منطقة الأوراس، ولا أجد شخصيا أي مشكلة في التواصل معهم جميعا بالأمازيغية، بل نتواصل دائما بالأمازيغية. وأظن الأمر كذلك بالنسبة لكل متحدث للأمازيغية من نفوسه، خصوصا لو كانوا مهتمين باللغة ودقائقها ولطائفها. وجب القول أيضا أن البيئة الجبلية اللي فيها منطقتين الأوراس والنافوسة وطبيعة الحياة شبه ترحالية جعلت جل مستخدماتهم الحياتية التي يستخدموا فيها كل يوم، وهذه بيجونا في اللكسيك لما بنقعد نتكلموا، ومتطلباتهم اليومية شبه متساوية. وهذا سهل وحدة أو سهل وحدة وتطابق المصطلحات والمسميات في المنطقتين. سوف أسرد هنا مجموعة من المصطلحات وبعدين بنجيب من وراها مجموعة من التخريجات والتحليلات والمقارنات، وزي هو العودة في باقي الحلقات. وجب التنبيه أن الاختلاف مثلا في الحروف حقيقة ما فيش اختلاف حقيقي ما بين المنطقتين لو قارناه بمناطق أخرى، شبه تطابق تام. هناك استحالة لحرف التاء إلى الثاء، التاء النقطتين إلى الثاء فيها ثلاثة نقط، وهي خصوصية محلية للأوراس، وكذلك استحالة الدال إلى ذال. وكذلك نجد مثلا بل داخل نفس التنوعات نفسها نجد اختلافات في هذه الأشياء، وهذه حنجيبوها بعد شوية. هذين الحرفين طبعا داخلين في اللغة الأمازيغية وهم عبارة عن استحالة لحروف ذكرناها قبل قليل. وهناك تقريبا تقابل شبه تام في كل الحروف ما عدا حرف واحد، وهو قال معقوفة الألمانية هذه خ، موجودة في جيوب في الأوراس بسيطة جدا، وهي لا توجد تماما في نافوسة، وهذا الحرف هو عبارة عن قاء في النهاية، وهذا حتى هو حنجه. إذن
مقارنة حتى بالتنوعات القليلة يعني في التنوعات داخل ليبيا نفسها، نجد أن الأوراس متطابقة أكثر منها التطابق متاع غدامس مثلا وأوجيلا وأوجيلا طبعا. على سبيل المثال فقط، لا يعني هذا أنه اختلاف كلي، ولكن هذا فقط للمقارنة. خلينا نسرد لكم بعض الكلمات مثلا من منطقة الأوراس، وانتم قولوا لي يا أهالي نفوسة أن كانت هذه نفوسية، وحنبع على فكرة لبعض اللطائف النحوية وإلى آخره. ولعل الإنسان يبدأ بجسم الإنسان، فمثلا إيخف، أودم، أدمر، زاو، طيط، إيمي، مار اللي هي تمهرت، إيلس، إيري، غيل، تيغمرت، فوس، ضاد، إيشر اللي هما إيشارن، تراوين اللي هي ترا، تيغزلت، تسا، أول، إيغس، أقليم، ألي، إيمجي، إيمجي اللي هي تيمجين، ويقولوا كذلك أمزو على فكرة، حتى أمزو موجودة عندهم، فود، دار، إدامن، أمطة اللي هي إمطاون، تيدي، شلغهم، مار اللي هو قلنا تمارت قبل شوية إلى آخره. المهم باش ما نكررش روحي، هذه غير بس أشياء من أعضاء جسم الإنسان. نجيبوا مثلا من بكي ذكرنا البيئة الجغرافية الأخيرة حاجات اللي هما الشاوية، أكثرنا احنا الاثنين نهتمدوا على الرعي عبر التاريخ إلى جانب الزراعة الموسمية. مثلا إيزمر، تيخسي، إيغيد، زالا، تفونست، أغرزول، هغيول، إنسي، إيفيس، أغردا، أوشن، تقازيط، طيازيط. القاء والياء هذه حنتكلم عليها بعدين، حتى هي في الاثنين، مرات نفوسة تاخذ القاء وتبدلها ياء، ومرات الشوي ياخذ الياء يقلبها قاء، وهذه حتبان من خلال الشروحات. ألغم، أسردوك، أقازيد، لاحظوا قازيد ماشي أقازيد، تكتشي اللي هي تكتشا، إيزي، تيزيد، إيفكر، فيغر، أجرو، أجرو، أفرططو، أجضيد، حتى بوبلال على فكرة، إيس، ييس هم يقولوا، تسكورت، فيغر اللي هي تلفسة وفيغر زوار إلى آخره، إيرا، بل حتى جادر على فكرة لأهالي أهالينا في كباو. بل نجد كذلك في السوادش ليست اللي هي 160 كلمة المعروفة عند علماء اللغة اللي قارنوا بها، نجد كلمات البدائية جدا، مثلا أجنة، إيتري، تاغوت، تبروري، تزيري، آمان، أدرر، تهوريرت، شنو في آمان، إيجدي مثلا، إيجدي نفسها إيجيدي، تريست، أورغ، أنظر، أدفل، تامورت، هامورت هذه بعدين نقول لها، تاجرست، أنبدو، تبحيرت، تالا، تفوكت، قلنا الكاف والياء والقا والياء، تفويت بعدنا احنا. بل حتى العمارة نجد مثلا تدر، تمزقيدة، أغرم، تزقة، تانوال، تانوال، تانست، تسومتي، تسومتا، تيسيت، سامحوني طلعتني من العمارة، ولكن أبريد، تمدورت، تواغيت، أصغر، تغريت، تسيرت، تضيوة، تغنجيت، أجنوي، أمجر، أمجر إلى آخره. إذا يعني لو نقعد إحنا نسرد في الكلمات مش حننتهوا بهي، لكن خلينا نزيدوا شوية مثلا من الأكل والشرب، أمكلي، أمنسي، أغرم، أغي، أمان، تيسنت، أرنت، لوسي، تلوسي ها، تازر، تيني، تفيراس، تفيراس ها، تيشرت، أدفو، أرمون، تيزورين، إباون، أزمور، يعني أشياء كثيرة. نخش مثلا بلاش من الكلمات، نقول الألوان مثلا والصفات والنعوت، أوراق، أزيزاو، أزقاق، أملال، أمقران، أزقرار، أزوار، أزداد، يزغل، يصمد، يموم، أترار، يقور، ماضن، يدر، جاج، الزات، غف، يقع بمعنى يمدى. بل نجد حتى في الأفعال، أرول، أرو، آري، آف، أزل، أزو، أوغر، أوش، يقيم، ستش، إرني، يرني، إبد، آدف، أعتف، أطس، يفاء، أضس، أضس، أسخ بمعنى آغة،
لزر اسو تيس اليمنتيسي اوت اورار اوي اتف الف اتو امطي اكني او اجني عفوا ارز من يرزع حتى اكني يجول يقن يتشور يسركس يبيبها يسكركس وهذه حتى هي بنجيبوها كظاهرة يسن سوفس ولا سكوفس لان احنا لاز فاد غس بربش يرزم الى اخره بل حتى في الازمنة ايتشا اصنات اميرا ازجن اس ايض يور اذا نجد كذلك الضمائر نتش شك ولا تشك شم نتة نتات نتشين حتى الأقارب مثلا بابا يما ننا ددة يلي ولتما أوما أرجز تمطط تصور حتى تمطط جمع عندهم تسدنان على عكس باقي المناطق الأمازيغية أمغار تامغارت أسلي تاسلت ونجد مثلا الأسئلة حتى صيغ السؤال متى ماني مامك ما بمعنى أن هذا التقارب رغم مش تقارب بسيط لما ندخل لهذا هذه في عجالة بسيطة ذكرت هذو كلهم عليا لازم نقول حاجة مهمة جدا هنا أننا ندخل لننطق فيه من غير ثام وثلث ندير فيها ثام وثنات فهم مثلا بدل ما يقولوا تفونست يقولوا ثفونست بدل ما يقولوا طمطط يقولوا ثمطط بدل ما يقولوا تيلي يقولوا ثيلي بدل ما يقولوا تازيري يقولوا ثازيري وهنا وجب القول أن شرق الأوراوس مثلا المكرمة ذكرت التنوعات الطفيفة بيناتهم شرق الأوراوس مثلا يحذف التاء في بداية التأنيث غريبة جدا هذه ويتركوها في آخرها مثلا يقولون أفونست ما يقولوش تفونست أفونست أبرت مش تبرت مش تربوت أربوت إلى آخره ونمشوا مثلا لمنطقة الممشى يبدلونها بها فيقول مثلا هامورت بدل من تامورت همطوط بدل من طمطوط إلى آخره نجد صنف ثالث وهو الأغلبية يقلب التاء إلى ثاء زي ما ذكرنا ثمطوط ثافوناست زي ما ذكرنا بكري وهم طبعا الغالبية في منطقة الأوراس إذن وجب القول أيضا أنهم غالبا زي ما حاصل في شرق نفوسة غرب نفوسة عفوا يحدف أدوات التذكير في المفرد المذكر مثلا فوس بدل من أفوس ضار بدل من أضار وفد بدل من عفوا وفود بدل من أفود إلى آخره وهذا طبعا شبيه جدا بغرب نفوسة هناك كذلك ظاهرة اختصار الكلمات واستبدالها فمثلا ذكرنا بكري سكركس يقولوا سيركس الكاف وقعت وهذه ظاهرة تحتاج إلى الإمعان اللي عندهم كلمات هلبة وقعت منها حروف وهذا لغرض الاختصار وهذه طريقة حقيقية استخدمها الإسلام في الإنسان في جميع اللغات بل نجد مثلا الكاف بكري ذكرناها تنقلب جاء مثلا يقولوا أزي بدل من أزق بمعنى الحلب هذه أزي اللي جاء أصبحت ياء ومبكر يقولها تفوكت بدل من تفويت شوف العكس مكتير ميتير إلى آخره هذه الظاهرة من قلب حرف إلى حرف آخر وهذه موجودة طبعا عامة في كل التنوعات الأمازيغية اللي هي الكاف اللي تصبح شين اللي تصبح ياء وكاف تصبح جاء تصبح شين تصبح ياء أو جاء على أي حال هذا كله مذكور في عدة دروس من قبل وتكلمت عليها في إسهاب وهذا التخفيف طبعا هذه ظاهرة عامة في التنوعات الزناتية بالذات أو المتأثرة بالزناتية فمثلا نجد في نفوسة في جروب تونس في الأوراس في الريف في واحد مزاب في فيقيق هذا كله نجد عندهم هذه الحالة أو هذه الظاهرة في قلب بعض الحروف فقط نبي نذكر أن هذه المهمة طبعا أو هذه الإشكالية راهو يمكن حلها بسهولة عن طريق التعليم وهذه مهمة رئيسية أصلا للتعليم هو إرجاع الألفاظ إلى أصلها والقيام بالتصحيح اللغوي بناء على عدة عوامل منها المقارنة اللغوية اللي ندير فيها هنا وكذلك التصحيح الصوتي والمشترك اللفظي ومن هنا يتم إدماج هذه الكلمات بعد ما تمر بهذه المراحل كلها في المنظومة التعليمية ووضع الرصيد المشترك بين كل الأمازيغ وهذا ما قمنا به في المناهج التعليمية في ليبيا على فكرة عندي أصدقاء في الأوراس عندهم مناهج يقروا فيها من المناهج المستعملة في ليبيا
ويعني هذا اللي قمت به في تأليفي لكتب المنهج المدرسي في ليبيا، واستفدت من الأوراس استفادة كثيرة جدا وكبيرة جدا في فهم المشترك اللفظي وإرجاع الألفاظ إلى أصلها، وكيف أتت وأصبحت بعض الألفاظ في نفوسها بهذا الشكل. يعني العملية كلها مبنية على قواعد وليس اعتباطيا، وكنا كذلك قمنا ببعض الخيارات الأوراسية كما ذكرنا. يجب أن ينتبه إخواننا في الأوراس أنه يجب الاستغناء عن الخصوصيات المحلية في حالة التدريس. إذا كان في الاستعمال اليومي بنادم يستخدم اللي يحتاجه، لكن في الاستعمال اليومي ممكن، لكن في التعليم يجب التخلص من الثاء، والكتابة كذلك المعيارية الثاء، الذاء المعجمة، الهاء، هذه الأشياء، وضع التاء الابتداء في حالة عدم وجودها، الحرف الابتداء في حالة المذكر وجب وضعه إلى آخره، وهذا ما قمنا به في التعليم في ليبيا. وزي ما قلت لكم إن شاء الله في الحلقة الجاية بنتكلم عن المشترك النحوي بين الاثنين، بين نفوسة والأوراس. الحقيقة أنا أحب كثيرا كثيرا منطقة الأوراس، وأنتقل وعندي أصدقاء كثر في المنطقة، وأستفيد كثيرا منهم ومن تجربتهم الشخصية ومن التنوعات اللي عندهم، وكذلك عندهم نشاط كبير في إخراج معاجم وإلى آخره. تنمرتمون على فكرة وسمحوني على الإطالة، وإن شاء الله في حلقة جاية حنتكلموا عن الأوراس بصفة أوسع. تنمرتمون.